المسافة أو الهيكل واحد التأثير مهم لا ديال الشجرة، وبالتالي كيكون عندنا واحد الحقل منسجم، واحد الحقل مضبوط، واحد الحقل مخطط له مزيان، وبالتالي طبعا المرضية مزيانة. إخواني الفلاحة غادي نزيدو نفصلو هاد الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله، غادي نزيدو نتكلمو بعمق على كيفاش يمكن نجحوا واحد المشروع ديال غرس الزيتون، ولكن واحد المشروع ديال غرس الزيتون، ولكن اللي مطلوب منكم هو الان الفلاح اللي كيفكروا بهذه الطريقه او كيفكروا باش يعملوا واحد المشروع ديال الزيتون خصهم يتوجهوا للمديريه التقنيه. كاين اعانات مهمه في هذا المجال، ولكن باش يستافدوا خصهم يطلعوا على الطريقه كيفاش يستافدوا من هذه الاعانات، خصهم يعرفوا كذلك انه ملي اي خطا عملوه ما يمكنش يستافدوا من هذه الاعانه، ولهذا استشاره مهمه باش قبل ما تفكروا في المشروع ديالكم زوروا المديريه الاقليميه وتاخذوا المعلومات الكافيه. الى هنا استودعكم الله، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم. مع البلاء تقديم محمد شعيبي. وسقي أرضك باش تربح يا فلاح يا فلاح يا فلاح. إذاعة طنجة معانقة إثيرية بين الموسيقى الكلاسيكية والحديث.
Love.